مرحبا رايحين لغة فرنسية سنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 38 ومع خلاصة للقصة التي كنا قد رأيناها موسى إلى سوفيير دي شاتونوار. موسى إلى سوفيير دي شاتونوار، طبعا كنا قد رأينا قبل هذه القصة تقديما يتحدث عن أهداف هذه الفقرة. Identifier les composants d'un compte, dégager le schéma narratif d'un compte, ثم reconnaître le compte merveilleux. طبعا رأينا هاد البداية Identifier les composants d'un compte, Identifier les composants d'un compte, تحديد مكونات قصة، ثم dégager le schéma narratif d'un compte, ثم استخراج منهجية كما نقول هاد القصة أو هاد الرواية، ثم reconnaître le compte merveilleux، معرفة الرواية العجيبة. كيف هو تعريفها؟ إذن هذا الذي سنعرفه من خلال هذه الفقرة. إذن لو كونت مافيو كما نقول الرواية العجيبة إت أن ريسي سامبل، إذن هو حكاية بسيطة. لو كونت مافيو إت أن ريسي سامبل، الرواية العجيبة هي حكي بسيط، سي بيريبيتي، تقلباتها وتطوراتها سوديهول، يعني أنها تجري دون دي كونتخي، يعني أنها تجري في مناطق أو دي بيي لوانتان أو في بلدان بعيدة. إذا شي واحد غيحكي لك واحد القصة عجيبة، طبعا خاصو يبعد باش يعطي واحد القيمة، طبعا يذكر القصة وينسبها لبلد بعيد، ثم يضفي عليه بعض الغموض فيقول لك أي ميستيغيو. طبعا نتكلم على الميستيغ، المقصود به سوكيي انكومبريونسيبل، نقول عن شيء بأنه كومبريونسيبل، يعني أنه مفهوم، تأتي من فعل كومبخوندر، كومبخوندر يعني فهم، جو كومبخون يعني أنا أفهم، انكومبريونسيبل مقصود به غير مفهوم، سوكيي انكومبريونسيبل، الذي هو غير مفهوم، إذا عندما نتكلم عن الميستيغ، إذا المقصود به سوكيي انكومبريونسيبل، إذا نتكلم عن الغموض غير مفهوم، أو نتكلم عن شوز أوبسكيور، أو نتكلم عن إن شوز أوبسكيور، شوز أوبسكيور، إذا نتكلم عن شيء مظلم، إذا نتكلم عن شيء مظلم، أو نتكلم مثلا عن سوكخي، لو سوكخي يعني السر، عندما نقول أن بيي ميستيريوز، طبعا في المؤنث نقول ميستيريوز، يعني أنها سرية أو أنها غامضة. ان بيي ميستيريوز، اذا نتكلم عن بلد غامض او بلد سري، المقصود اننا لا نعرف مكوناته ولا اجوائه ولا ظروفه، اذا يبقى هذا البلد انه غامض. اذا عندنا هنا لو كونت ميغفيو ايت ان ريسي سامبل، اذا الروايه العجيبه، اذا الروايه العجيبه هي حكايه بسيطه، سي بيريبيتي، اذا تطوراتها سوديغول، تطوراتها سوديغول يعني انها تجري دون دي كونتخي، يعني في مناطق او دي بيي لوانتان او في بلدان بعيده، اي ميستيريو وغامضه، اي ا دي زيبوك انديتيرميني، وفي ازمنه غير محدده. طبعا الروايه العجيبه او الخياليه بمعنى اخر انها تروى هكذا دون تحديد لا مكان ولا زمان، يعني ما تيقولوش لنا فين وقعت ولا امتى وقعت هذه القصة. علاش؟ باش تبقى غامضة، باش يبقى عندها فقط هذاك الجو التأثيري ديالها، وكأننا نطمح فقط للجو الذي طبعا تصنعه هذه القصة. إذا نحن نطمح فقط للتأثير الذي تبعث عليه القصة دون تحديد لا لزمان ولا لمكان. لو كونت ميرفيو إت أن ريسي سامبل سي بيريبيتي se déroule dans des contrées ou des pays lointains et mystérieux et à des époques indéterminées. Il commence et se termine. Il commence et se termine par la même formule. La même formule. يعني أنها تبدأ وتنتهي بنفس السياق. Il commence et se termine par la même formule. يعني أنها تبدأ وتنتهي بنفس السياق. إذا نتكلم عن مجموعة سياق كما عندنا هنا، إل إيتي أون فوا، كان ذات مرة، إل إيتي أون فوا. إذا هذه القصص تبدأ
بمثل هاد العبارات، بمثل هاد السياق. إذن il était une fois يعني أنه كان ذات مرة. إمتى؟ الله أعلم. أشم بلاصة؟ الله أعلم. ثم جادي، جادي مقصود بها قديما، جادي يعني قديما. أشم وقت؟ الله أعلم. باش تبقى القصة عندها التأثير، لأنه لا ذكرنا الوقت أو لا ذكرنا المكان يعني غتصبح كأنها حقيقة. هنا غتدخل بزاف ديال الجدالات. ثم ils sont mariés، ils sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. ils sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. يعني أنهم تزوجوا وكان لهم عدة أطفال. اللي تهمنا في هذه الصيغة هنا أننا تنستعمل لي فيرب أو باسي سامبل كما عندنا هنا. إذا طبعا كما قلنا فيما سابق بأن لو باسي سامبل تستعمل في القصة. ثم أو مونتخون، طبعا عندنا الفيرب مونتخي، مونتخي يعني أنك تبهر. أو مونتخون كما نقول مبهرا أو مظهرين أو بإظهار دو غروند كاليتي، بإظهار قيم كبيرة. أو مونتخون دو غروند كاليتي، بإظهار قيم كبيرة. هنا المقصود بهاد القيم يعني أننا تنفخو في هاد القصة، هذا هو المقصود بهاد أو مونتخون دو غروند كاليتي. تنفخو في دوك القيم ديالها، تنفخو في المحن ديالها، تنفخو في الصعوبات ديالها، تنجعلوها كبيرة. ثم أن الشخص اللي غيتدخل مثلا تنعطيه واحد القيم كبيرة. مثلا نتكلم عن أن جون بيرجي فور إي كوراجو، يعني أنه قوي وشجاع. ثم مثلا إل لوي دونا إون إيبي ماجيك كي أفي دو ملتيبل بوفوار، إل لوي دونا إون إيبي ماجيك كي أفي دو ملتيبل بوفوار. مثلا إل لوي دونا إون إيبي ماجيك كي أفي دو ملتيبل بوفوار، يعني هو أعطاه سيفا سحريا. علاش سيفا سحريا؟ باش ما تسولش كيفاش يخدم هذا السيف. المهم أنه سيف سحري حتى تبلع هاد القصة. إذا كما تلاحظوا بأننا تنعطيو القيم كبيرة كما نقول القصة من هاد الجوانب التي تذكر. أو مونتخون دو غروند كاليتي دون لي زيبخوف، يعني أننا نبهر في هاد القصة قيما كبيرة. إذا نتكلم عن امتحانات ونتكلم عن محن، إلي ديفيكولتي ونتكلم عن الصعوبات. إذا هاد المحن وهاد الامتحانات هاد الصعوبات أننا نزيد في قيمها كما نقول لوغو. إذا نتكلم عن البطل إي فينالمون ريكومبونسي، إذا في النهاية هاد البطل طبعا يكافئ. لو فيرب ريكومبونسي المقصود به كفاءة، إذا لوغو إي فينالمون المقصود به هنا لوغو إي ريكومبونسي، يعني أن البطل يكافئ. طبعا عندنا هنا لوغو إي فينالمون ريكومبونسي. طبعا في اصل الجمله نقول لو هيرو اي ريكومبونسي، يعني ان البطل يكافئ. طبعا نضيف هاد فينالمون لنقول في النهايه لو هيرو اي فينالمون ريكومبونسي، يعني ان البطل في النهايه يكافئ. اي وي ثم يعيش، عندنا لو فيرب فيفغ، عندنا لو فيرب فيفغ يعني عاش. اي وي اوغو يعني انه يعيش سعيدا جوسكا لا فان دو سيجور، إلى نهاية أيامه المقصود إلى أن يموت. ذكرنا في البداية لو كونت ميرفيوز، ثم تعريفه الذي ذكرنا طبعا كما رأينا مجموعة معطيات تهم لو كونت ميرفيوز، القصة العجيبة أو الرواية العجيبة. الآن ننتقل إلى ليزيتاب، إذا نتكلم عن المراحل. إذا كيف ترتب مراحل هذه القصة؟ ليزيتاب سون سال دو كونت أون جينيرال. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن المراحل هي نفسها مراحل القصة بصفة عامة، كما تتحكى القصص أخرى حتى ولو كانت واقعية تحكى هذه القصة نفس الطريقة. لي زيتاب سون سال دو كونت أون جينيرال، إذا المراحل هي نفسها سون سال كما نقول هي التي، هي التي دو كونت أون جينيرال، هي التي للقصة بصفة عامة. إذا لي زيتاب سون سال دو كونت أون جينيرال. إذا نتكلم عن مراحل القصة العجيبة، هي مراحل، هي نفسها مراحل الرواية بصفة عامة. لي زيتاب سون سال دو كونت أون جينيرال، المقصود بهنا لي زيتاب دو كونت ميرفيو، مراحل
الرواية العجيبة سون سان دو كونت ان جينيرال هي التي للرواية بصفة عامة. المقصود بأن مراحل الرواية العجيبة هي نفسها مراحل الرواية بصفة عامة. كما تنحكي القصة طبعا حتى ولو كانت واقعية طبعا تكون لها نفس المراحل التي عندنا هنا. إذا مراحل القصة العجيبة أو الرواية العجيبة هي نفسها مراحل القصة كيفما كانت. إذا ليزيتاب سون سيل دو كونت أون جينيرال. إذا المراحل المقصود مراحل الرواية العجيبة سون سيل دو كونت أون جينيرال هي التي المقصود هي نفسه التي دو كونت أون جينيرال هي التي عند الرواية بصفة عامة. سي لو شيما ناراتيف سي لو شيما ناراتيف. هاد المراحل تسمى ماذا كما قلنا فيما سبق؟ لو شيما ناراتيف. كما نتكلم عن خطة تسير بهذه القصة كما نتكلم عن مراحل كما عندنا هنا أو كما لو نتكلم عن رسم بياني الذي يجمل لنا طريقة سرد هذه الرواية. إذا ليزيتاب سون سيل دو كونت أون جينيرال سي لو شيما ناراتيف. إذا نتكلم عن تمثيل حكواتي نتكلم عن ناراتيف. لو شيما ناراتيف طبعا ناراتيف تأتي من فعل ناهي ناهي سي لو فيرب ناهي سي تادير راكونتي يعني أنك تحكي أو لها علاقة بالمصدر اللي هو لا ناراسيون. لا ناراسيون يعني الحكي. إذا هنا سي لو شيما ناراتيف. إذا طبعا نتكلم عن هاد لي زيتاب هاد المراحل التي نطلق عليه ماذا؟ لو شيما ناراتيف. كما لو نتكلم عن مخطط حكواتي لهاد القصة. إذا سي لو شيما ناراتيف. إذا هاد لي زيتاب اللي غنتكلموا عليه الآن تسمى لو شيما ناراتيف. إذا كما لو نتكلم عن مخطط حكواتي كاركتيريزي يعني أنه يتميز باغ بي يتميز بي. أول مرحلة في المخطط الحكواتي إن سيتياسيون إنيسيال. إذا نتكلم عن حالة بدائية أو نتكلم عن وضعية بدائية. وضعية بدائية أو حالة بدائية إذا سي لا سيتياسيون دي بيرسوناج أو ديبي دو كونت. سي لا سيتياسيون دي بيرسوناج أو ديبي دو كونت. إذا هي وضعية الشخصيات في بداية القصة. طبعا في قصتنا التي رأينا بأن المسلم يكون في علمه ما يحدث من اختطاف للأميرة. إذا نتكلم عن لا سيتياسيون إنيسيال سي لا سيتياسيون دي بيرسوناج أو ديبي دو كونت. إذا هي وضعية الشخصيات في بداية الرواية. ثم عندنا أن إليمون بيرتورباتور عنصر مزعج. عنصر سيتدخل ثم يخلط الأوراق كما نقول. إلو انتخان يعني أنه يؤدي إلى. إلو انتخان يعني أنه يؤدي إلى. إلو انتخان إن سيري دو بيريبيتي. إذا هو يؤدي إلى سلسلة تقلبات. إذا كما قلنا في المرحلة الثانية يكون هناك عنصر مشوش أو عنصر مزعج ليليمون بيرتورباتور كي انتخان إن سيري دو بيريبيتي. العنصر المشوش الذي يؤدي إلى سلسلة تقلبات يعني أن القصة تبدأ في الحكاية عن تغيرات تحدث في حياة البطل. إذا كما قلنا بأن مراحل الرواية العجيبة هي نفسها مراحل القصة بصفة عامة. إذا les étapes sont celles du conte en général, c'est le schéma narratif caractérisé par. إذا نتكلم عن مخطط أو رسم تمثيلي كما نقول. ناراتيف كما نقول حكواتي يعني أنه متعلق بالحكاية. كاركتيريزي بار يعني أنه يتميز ب إن سيتياسيون إنيسيال يعني أنه يتميز بوضعية بدائية. طبعا كما ذكرنا في قصة موسى ذهب كعادتي إلى المدينة ليتبضع فإذا به يلاحظ جوا حزينا يخيم على الناس فأخبر بهد ليليمو بيرتورباتور يعني أنه أخبر بما حدث. الذي حدث طبعا هو اختطاف الأميرة. إذا مراحل الرواية العجيبة إن سيتياسيون إنيسيال سي لا سيتياسيون دي بيرسوناج أو ديبي دو كونت. ثم أن إليمون بيرتورباتور. إذا نتكلم عن عنصر مشوش إلونتخين إن سيري دو بيريبيتي.
إذا هذا العنصر المشوش أنه يؤدي إلى سلسلة تقلبات. طبعا القصة ستبدأ في الحكاية عن تقلبات في حياة البطل مثلا. إذا كما رأينا بأن موسى أصبح مهموما بالبحث عن الأميرة، أخذ معركة مع الوحش ثم مع الساحرة، هذه كلها مجموعة تقلبات. إذا أنا لمن perturbateur il entraîne une série de péripéties ثم لا résolution des problèmes ثم حل المشكلة. C'est la dernière péripétie هو آخر تقلب. إذا حل المشكلة هو آخر تقلب. آخر تقلب في قصتنا مثلا هو عندما أخذ موسى المعركة مع الوحش ومع الساحرة ثم قتلهما. سيل دي دينومو التي لحل العقدة. دينومو كما قلنا تأتي من فعل دينوي. دينوي يعني أنك تحل عقدة، هذه عكس فعل نوي. نوي يعني أنك تعقد، ومنها كلمة لونو يعني العقدة أو الصعوبة. العقدة ومجازا ممكن أن تعني الصعوبة. إذا لو فيغ نوي المقصود بأنك تعقد عقدة. سيل دي دينومو إذا نتكلم عن التي لحل العقدة. سيل دي دينومو إذا سلا دانيير بيريبيتي سيل دي دينومو. ثم لا سيتياسيون فينال. ثم لا سيتياسيون فينال الوضعية الأخيرة أو الحالة الأخيرة من القصة. إلى ماركي يعني أن تتسم أو توصف باغ لو روتور بالعودة. لو روتور يعني العودة. باغ لو روتور بالعودة أليكيليبر للتوازن. إذا في هذه الحالة تعود الرواية لتحكي لنا بأن البطل عاد إلى حياته كما نقول المعتادة المتوازنة التي لم يعد فيها تشويش ولا انزعاج. نلتقي في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.